كل اللي بيشوفوني. النهارده هنعمل سلطه الرنجه معاكم شيري من قناتي شيري يوميات شيري في المطبخ والبيت. هنعمل مع بعض الرنجه، عباره عن رنجه متفصصه زي ما انتم شايفين، وعباره عن طماطم وبصل اخضر وفلفل الوان اصفر وفلفل اخضر. هنحط مع الرنجه هنحط ليمون زي ما انتم شايفين، وهنحط الاول الرنجه مع بعض متفصصه وجاهزه متنضفه اهو ماشي. بعد كده هنحط معاها الخضار بتاعنا، الطماطم قطع صغيره، طماطم والفلفل الاخضر وفلفل الوان والبصل الاخضر. هتعجبكم قوي، هتعجب الرنجه، تقلبي كويس. ممكن كمان تحطي معاها طحينه زي ما انت عايزه اهي. نعصر معاها ليمون زي ما انت شايفين. الليمون كتير بيدي طعم جميل طبعا، وخل. وحاطه معاها فلفل اسود والبهارات اللي انت بتفضليها. دي تعتبر رنجة من المقبلات الجميلة قوي اللي هتعجبكم، وبتفتح النفس على الاكل جامد. هوريكم الشكل النهائي وارجع لكم تاني. وده يا حبايبي الشكل النهائي لسلطة الرنجة، شكلها يفتح النفس وتحفة وجميلة. ولو عجبكم الفيديو ندوس لايك ونشترك في القناة، ويبقى ألف هنا وشفا، وباي باي.